السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة حبايبي حاجة كده أنا بحبها على المستوى الشخصي، تحفة جدا ولذيذة وصحية. هنعمل لكم النهاردة سمك بطريقة صحية وتتبيلة تحفة، التتبيلة لوحدها كده تتاكل أكل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الله، روعة روعة. والسمك ما شاء الله عليه، شايفين جماله؟ ما شاء الله، بسم الله، الله، طعم تحفة تحفة تحفة. حباب قلبي السمك الجميل ده عايزين نشوفه عملناه ازاي. ندخل الفيديو ونكمله للآخر ونحط لايك للفيديو، واللي مش عامل متابعة ينزل يعمل متابعة عشان يوصله مني كل جديد. لايك حبايبي، لايك ترفع الفيديو وتخليني استمر. يلا حبايبي نشوف السمك الجميل ده عملناه ازاي. بسم الله نبدأ ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ونخش الفيديو ونكمله للآخر. يلا بسم الله حبايبي نبدا وصفتنا النهارده. ده السمك اللي انا هنعمله النهارده، حبيت اوريه لكم قبل ما انضفه. ده سمك ماكريل او سمك روسي، احنا عندنا بنقول عليه روسي. اللي يعرف له اسم تاني عنده يكتب لي في الكومنتات اسمه ايه، احنا بنقول عليه روسي. ننضف السمك بقى ونجهزه ونشوف الخلطه اللي هنحطه عليها ايه، ونرجع لكم تاني حبايب قلبي. نضفنا السمك حبايبي كده اهو، وفتحناه من النص كده. انا عايزه اقول لكم انت بتغسليه خدي بالك، علشان ده السمك ده ما بيبقاش بيبقى مجمد، فبالراحه عليه كده علشان ما يتهرش من ايديك. غسلناه كويس وشطفناه حلو. نجهز بقى الخلطه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا هنا اهو انا جهزتها، معانا بصل قطع مكعبات، معانا راس توم، معانا خضره، معانا هريسه فلفل احمر وتوم. دي انا مفرزاها، لو ما عندكيش جاهزه افرميها مع افرمي التوم مع الفلفل الاحمر والاخضر. حبايب قلبي ومعنا طماطم متقطعه قطع صغير، وفي فلفل اخضر كمان مقطعه قطع صغير هحطهم. ادي الفلفل حبايبي اهو انا جبته، يبقى فلفل وطماطم وبصل وتوم وخضره. هنحط عليها التوابل بتاعتنا، ملح وكمون وفلفل اسمر. ايوه فلفل اسمر، حطش فلفل اسمر بيدي طعم جميل، وكزبره ناشفه وشويه بابريكا. هنحط عليهم طبعا انا هنا هنعصر عليهم ليمونتين كده، طبعا بيحب الليمون، هنعصر ليمون عليه، وكمان هنحط شويه زيت. ندعك بقى الخلطه دي كويس جدا، وتعالوا كمان هقول لك على ايه حاجه كمان تكه كمان هتدي له طعم جميل. نقلب دي كده كلها ببعضها، وتعالوا انا اقول لكم على التكه اللي هنحطها ايه قبل ما نحط الخلطه بتاعتنا. حبايب قلبي دي خلاص كده قلبناها كلها ببعضها كويس جدا. انا نسيت اقول لكم ان انا حاطه كمان خل مع الليمون، خل. تعالوا بقى هنا للتركه بقى اللي هنا دي مهمه جدا جدا جدا. ده شويه زيت وعليهم معلقه كركم صغيره، هنقلبها كده كويس جدا في بعضها كده. الكركم طبعا صحي ومفيد، وبيدي لون جميل قوي للسمك وطعم جميل كمان جميل. نقلب بقى ده كويس جدا، وتعالوا نروح للسمك نشوف هنعمله ازاي. حبايب قلبي جينا هنا حطينا السمك على ورقه فويل، طبعا الورق الفويل ده علشان ما تزفرش الصينيه، ونحط تحت كل سمكه ورقه زبده. الخليط ده بقى هندهن بيه، طبعا رشيت على على السمكه شويه ملح وكمون. ندهن بقى السمك الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم، جربيها بقى بالتكه دي هتديكي طعم خرافه جميل جدا. ندهنها كويس، انا قلت لك ان انا متبله كمان الخلطه دي، حط عليها شويه ملح وكمون ومع الكركم. نعمل الثانيه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ورقه الزبده حطاها علشان ما يبقاش في حاجز كده بين الفويل، عشان الفويل مش صحي، الاكل بيبقى فيه مش صحي كده. خلاص حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، تدينيها كويس جدا، وبعدين نبدا نحط الخلطه بتاعتنا. بسم الله حبايبي، الخلطه دي بقى تحفه، تاكليها كده وانت بتاكلي مع وانت بتاكلي السمك، طعمها جميل جدا. انا عايزه اقول لك ريحتها وانا بعملها ريحتها تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم
نعمل التاني كمان. طريقه السمك كده لما تاكليها طريقه، دي طريقه صحيه، ما تقليهوش القليه طبعا بتبقى متعبه والزيوت تبقى حاميه على المعده. الطريقه دي صحيه جدا وجميله. انا عامله لكم طريقه سمك قبل كده، السمك البولتي عاملاه بطريقه صحيه، هبقى احط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، وهعمل لكم في تعليق مثبت كمان. خلاص كده حبايبي حشيناه وحطيناه وقفلنا عليه كده بورق الفويل كده، لميه كده علشان ايه ما ينزلش منه حاجه، تلميه كويس كده هو بورق الفويل زي ما انا عامله كده. هندخله بقى في الفرن، الفرن يكون مسخنينه قبل كده على درجه حراره عاليه في الرف الوسطاني، وخدي كده في الاخر كده وش على الشوايه وطلعيه. وهقول لكم بعد ما يخرج خد مننا وقت قد ايه، هو عموما السمك ما بياخدش وقت. ندخله بقى الفرن حبايبي ونطلعه ونشوف النتيجه بتاعته شكلها ايه. طريقه جميله جدا للسمك المكاريلا، هتعجبك بالشكل ده، التتبيله بتاعتها تحفه حبايب قلبي. يلا ندخل الفرن ونشوفه بعد ما يخرج قلبي. وخلاص حبايبي طلعت وصفتنا من الفرن، سمك روعه وتحفه وتتبيله ممتازه. جربوها بالطريقه دي يا حبايبي هتعجبكم ان شاء الله، ريحتها تحفه، التتبيله لوحدها تتاكل اكل كده. تعملي بقى جنبها شويه رز، تعملي تاكليها بالعيش زي ما تحبي اعمليها حبايب قلبي. دي كانت وصفتنا النهارده من السمك المكاريل او الروسي، وصفه خفيفه وسهله وصحيه حبايب قلبي، ان شاء الله تعجبكم لو عملتوها بنفس الخطوات اللي عملتها دي. يلا اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله، واستنوني في وصفات تانية سهله وبسيطه. لايك كتير، لايك كتير حبايبي، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليني استمر. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع سلامه الله.